اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفنا الكبار كريم سعيد واحمد ثابت. ازيك يا كيمو؟ الف مبروك الاول. الف مليون مبروك طبعا كابتن اسلام، الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي. طبعا انجاز ثاني مره النادي الاهلي بيحققه، مش غريب طبعا النادي الاهلي، ولكن فرحتنا ان الانجاز فعلا كان مستحق بعد الجهد اللي الفريق عمله، سواء اللعيبه او الجهاز الفني او حتى الاداره. الجهد يا راجل، ده احنا بنلعب الدحيل فريق ضعيف وبنلعب بالميرس فريق ضعيف، ويا راجل يا مش برازيلي يا راجل. اه مش برازيلي عملوه من يعني ماشي. فيعني كمل يا كريم اتفضل. النبي سيبني ساكت، عايز احتفل النهارده. لا براحتك مش جاي اقول شويه ارقام وهمشي يعني. موضوع سريع. موضوع سريع النهارده، هذا موضوع سريع، مفيش تحليل طبعا. عايزين نحتفل بالانجاز النادي الاهلي عمله، وعايزين نوثق بعض الارقام انا واحمد. طبعا ارقام مهمه، واللحظات يا جماعه اللي احنا بنعيشها دي، ده التاريخ يا كابتن اسلام، ده التاريخ. مزبوط. التاريخ اللي احنا المفروض نسطره للعيبه، واحنا مسؤوليتنا كاعلام ان احنا نسطر ونوثق الارقام اللي بتتعمل دي عشان تتساب للاجيال بعد كده ان شاء الله. اذا النادي الاهلي حقق المركز الثالث مرتين في المونديال ان شاء الله، باذن الله باذن الله لما يبقى بطوله المونديال 24 فريق نقدر نحقق الوصافه، ليه لا؟ وبعد كده ان شاء الله نكسب البطوله، وكلها امل. وازاي النهارده نحبب الاولاد الصغيرين في الاحداث زي دي عشان يحبوا الكوره ويحبوا الرياضه، مش نقعد بقى نقعد نقطم في بعض وانت ما تستحقش. والله بجد يعني بصراحه غريبه ربنا جدا. يهدي ربنا يهدي الجميع.